اهلا وسهلا فيكم في يوم جديد. من وين عمالكم بتتابعوا؟ من اي مكان ومن اي بلد؟ اليوم السؤال كان من احد المتابعين انه كيف اكبر العروق اللي في ايدي، او كيف اخلي العروق اللي بايدي تطلع. العروق بشكل عام بالجسم كيف عمالها بتطلع وكيف عمالها بتبين. هلا هذا بيفرق من شخص لشخص. يعني في ناس عندهم بالجينات بيكون اصلا الجلد تبعه شفاف شوي، فالعروق بتكون مبينه بدون ما يعمل اي افورت، بدون ما يعمل اي شيء. فهذا شخص بتلاقيهم ناس بشرتهم فاتحه مثلا، بتكون العروق مبينه عندهم طبيعي. وفي ناس عندهم مثلا انه العروق بيعاني هو عشان يبينها ويطلعها. فاول شيء بدنا نحكي فيه اللي هو الجينات. فالجينات تفرق عندك من شخص للتاني. الشغله الثانيه، فهاي انت يعني ما بتقدر فعليا تلعب فيها. الشغلة الثانية بتصير اللي هي كمية، وهي اهم 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 اشي، هي كمية الفات اللي موجود عندك، كمية الدهون الموجودة عندك. يعني اذا بتطلع على الناس كبادي بيلدرز اللي مبين عليهم، او تبعون الفتنس بشكل عام اللي مبين، بتلاقي بايده كتير العروق كلها طالعة ومبينة. وهاي هاي لانه هو واصل مرحله في الدهون اللي في جسمه نزلت عن حد معين. هلا هذا الحد يتراوح من شخص للثاني. في ناس تبين عندهم اسرع، في ناس تبين عندهم ابطا شوي، بده ينشف زياده. بس كل ما كنت انت انشف، كل ما بينت عندك العروق اكثر. هلا النشافه خلينا نحكي، اذا انت يعني انا هاي مجربها مع 2 أو 3 من المتدربين اللي عندي، اللي كان مفكر انه مستحيل يطلع له عروق، خصوصا في ايديه او عرق الباي الكبير هذا اللي بيطلع هون. لما نزل عن 13-12% من نسبة الدهون الكلية في الجسم، بلشت تبين العروق هاي كلها عنده. ايديه كلهم، السواعد تفجروا، العرق الباي بين، عرق الكتف بين، كله. نسبة الدهون هي اللي بتحدد لك، هاي أهم واحدة. والشغلة الثالثة اللي مو أنت ممكن تضيف عليها، يعني هاي زيادة بس حالها ما بتعمل التأثير الخرافي. يعني أنت ركز على أنك تنزل الدهون وتنشف مظبوط عشان يبينوا العروق عندك. بس الشغلة الثالثة، إذا أنت حابب العروق خصوصا بإيديك، زيد التمارين تبعت السواعد. فكل التمارين تبعت السواعد اللي هي لما تمسك البار تعمل هيك، تمسك البار بالعكس، تشتغل بهاي من هون، تمسك دمبل وتحركه بهاي الطريقة، أو أنت واقف بالعكس. هاي كل التمارين تبعت السواعد بإمكانك تزيدها، بتزيدها مثلا تتمرنها ما في يوم بعد يوم. بإمكانك تتمرن مثلا تمرين واحد كل يوم أو تمرينين، بإمكانك تتمرنها يوم بعد يوم. كل ما زدت ضخ الدم على العضلات راح تصير العروق مثلا تبين أكثر شوي. ولكن إذا العروق مش مبينة نهائي عندك، معناها أنت لازم تنزل نسبة الدهون الكلية.